طبعا ده تالت فيديو ليا بنفس اللوك، نفس الطقم، زودت بس التوكة. تعالوا بقى نتكلم النهاردة في موضوع حلو جدا جدا جدا، هو تركات تخلي جوزك يحب بيتك قوي ويقعد في البيت وما يكونش يحب. ثواني عدل معاك التوكة، عدلها بس كده عشان لو جوزي المستقبلي بيتفرج عليا ولا حاجة. اللي هو مروان لو بتتفرج عليا، جود لك يا قلبي، جود لك. بصوا هقولك على كام حاجة كده تخلي جوزك يحب قعدة البيت، يحب قعدتك، يحبك الجميل. يلا بينا نبدأ. يلا، أول حاجة جوزك أول ما بيدخل البيت بيبقى عايز البيت نظيف. ما تسيبيش حاجة في البيت مش نظيفة، كنبة اللي بتاعت الانتريه يعني، الركنة بتاعتك ما تخليش فيها بقع، خلي لونها كده ملعلع كده وجميله بقى ونضيفه خالص. اول حاجه يبقى البيت نضيف على سنجة 10. دخل الحمام يلاقي الحمام بيلمع وريحته جميله، دخل المطبخ ما يلاقيش مواعين وما يلاقيش كركبه، هو نفسه هتتفتح على البيت فهيحب قعده البيت. الصاله كده جميله ومكنوسه كده وحلوه. تاني حاجه الريحه، بيحب ريحة البيت جدا، جوزك هيتعلق بريحة بيتكو. خلي ريحة بيتك كده جميلة ومعطرات كده مختلفة، روايح فرنسية، روايح ألمانية، حاجات أرخصها هتلاقي حاجات من ماي واي. أنا وريتكم قبل كده مليون معطر من ماي واي حلو، خوخ، موز، تفاح، روايح كده جهنمية تخلي ريحة البيت جميلة. تالت حاجة انه يدخل يلاقي الحمام بتاعه متجهز، الترنج بتاعه متجهز على السرير، حمامه متجهز اللي هو عشان ياخد شاور وكده، الشاور جل محطوط، الشامبو بتاعه، المية متسخنة في السخان وخلاص جاهزة ان هو يدخل ياخد الشاور بتاعه، الدنيا متزبطة. فيدخل لما يلاقي الدنيا كده متزبطة، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي يا مزة انت، فيدخل يستحمى كده وياخد الشاور بتاعه، يطلع فيلاقي الترنج بتاعه على السرير، يلبس ارتاح نفسيا، الريحة بتاعت البيت حلوة، البيت متنظف. فيجي تقول له على فكرة تكوني انت بقى محضرة، عارفة ايه الافلام اللي هتيجي، في فيلم جاي مثلا على روتانا سينما اسمه كذا كذا، في فيلم مثلا جاي على القناة الرعب اسمه كذا كذا، فتحضري له كأنك بتحضري له بروجرام. فيقول لك بجد، طب جاي الفيلم الفلاني ولا الفيلم الفلاني، تختاري انت مثلا، تقولي اختاري الفيلم اللي على روتانا سينما، فيجيبه كوميدي بقى اكشن بتاع، فتشغلوه فتقعدوا تتفرجوا على الفيلم. ايه ده، ايه الجمال ده، الدنيا مترتبه، شايفين ازاي. تعالي بقى وهو بيتفرج تقومي تعملي له كابتشينو، كوكتيل تكوني محضراه طبعا في التلاجة، جيلي، ايس كريم، كيكه، ام علي، شوفي جوزك بيحب ايه واعمله له، وهتقوله كده وهو بيتفرج، يا سلام على الجمال من غير ما يطلب، هيعشقك علي الطلاق، هيعشقك. خلاص اتفرجته، بيبسي بقى، خلاص شرب بيبسي وشرب السناكس وجبت له الجيلي وام علي والكلام الحلو ده، تمام شكرا، يلا بينا اللي بعده. تمام، هيقول لك طبعا العشاء، بصي بقى قولي له حبيبي انت ادخل ارتاح ماشي، وانا احضر لك العشاء وهنادي عليك. عشا رومانسي بقى يا مز، عشا رومانسي، انت بقالك قد ايه وليه ما عملتلوش عشا رومانسي، حرام عليك يا مفتريه. على حسب بقى العشا الرومانسي، عامله مثلا انت جبن وبتاع والكلام ده، بلاش النهارده جبن والكلام ده، خليه اكل اكل، فاهمه، رز، مكرونه، فراخ، الحاجات دي كلها حطيها بشكل منتظم. شموع بقى كده، عندك شموع، لو ما عندكيش الباكت 10 قطع ب 15 جنيه، هاتي لك 2 ارصيهم على السفره بتاعتك واعملي عشا رومانسي. مفيش بعد كده، مفيش بعد كده، الجمال ده والحلاوه دي كلها. تمام، سيبيه يتعشى، طبعا انت المفروض تكوني متعشيه من قبليها، او يا ست لو ما تعشيش اقعدي اتعشي معاه، قولي له لم الاكل وقولي له انت اقعد على التلفزيون وانا ايه هدخل اخد شاور وارجع لك، ظبطي نفسك بقى، قطعي بصي قطعي نفسك من التنظيف، شعرك، جسمك، ايدك، رجلك، ظبطي نفسك جوه، اطلعي بقى ايه لابسه البشكير بقى بتاعك، تمام، او اسمه ايه يا جماعه، البرنس، البشكير او البرنس، تلاقي بقى بتدلعي كده ومش عارفه ايه من الكلام ده، الرجاله بتحب الدلع والكلام ده، ما تطلعيش نفسك كلسوم بتاعه طبيعي الدنيا ساقعه او الشربات بتاعته.
طب اقول لكم حاجه، انا بلبس شرابات خطيبي، شراباته بتدفي عن شراباتي عشان تبقوا عارفين. بس والله بدي اوريكم دلوقتي، بس لا يصح على اليوتيوب هذه الافعال الرديئه ابدا. فانت اليوم ده بقى اختاري معلش حاجات ما تدفيش بقى مع جوزك، برضه جوزك يا فوزيه. بصوا كم حركه الدلع عامله ازاي، وبعد كده تدخلي تلبسي بقى حاجه كده جميله، وبعد كده بقى تقعدوا تهزروا مع بعض شويه، كوتشينه بدايه كده. طبعا يعني اللي انت عملتيه ده لو كررتي كل يوم نفس الموضوع بس بخلاف العشاء الرومانسي، عملتي عشاء حلو، عشاء بيحبه تسأليه تدلعيه كده، هيحب قعدة البيت وهيحب قعدتك جدا. وكمان ما تنسيش ان انت تبقي خفيفة الدم، ما تنكديش عليه من اول ما يدخل من البيت تقعد تشتكي له وتزعقي له وتأخرت وعملت وسويت، هو مش هيحب كده، مش هيحب قعدتك. حاولي كده تكوني خفيفة الدم وخفيفة الظل وخفيفة الوزن كمان. كده الفيديو بتاعنا خلاص، اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش اهم حاجة لايك وسبسكرايب للقناة. باي يا حبيب قلبي.